بابا انا شوكو، شو اخباركم؟ معكم جديد حلقة جديدة اليوم، وياني ضيف جديد علي. سلام شباب، شلونكم؟ راح اسوي قناة ديوتشي، هم عدة ديوتشي مصلحة، راح اسوي قناة وياكم تشتركون قناة، راح اعطيكم الرابط بالوصف. شباب لا تقسمون فدوة، لا تقسمون لايكات. والله قال شباب قال ما يقسمون، هم وايد يعطون لايكات ويعلقون، دوم واجد يقول دوم ما يقسمون. كفو منهم. طبعا دينا مغرب ما واضح التصوير، خاف عبايك وشوشن، بس ما واضح التصوير. انت الوردة البيضاء، والله ادري بيك، انت ما مقصرين، انت ومصطفى محمد ما اعرف شو اسمه، دوم تعلقون انتم تشتركون بالقناة، ايكم تشتركون بالقناة، اول اثنين انتم مريتكم تربية الدواجن في العراق، هم ما يقصر، كلكم انتم ما تقصرون، اشتركون بالقناة ولايك تعطوني وتعلقون، لو قولوا للطرف تربية الدجاج في ذي قار هو يعرف. شباب طبعا انا بعد شويه حاخد صور للديوتشي اللي واخذ من شباوي، واصمم لكم اياه وانشرهن، روحوا طبعا القناه وشوفوا التصميم، عشان لكم تصميم كلش حلو. طبعا يضرب يا شباب، ودوم انا اصمم اشياء حلوه. خاف ما تعرفون اسمي، انا اسمي مجتبى، انا هم اسمي علي، ذكر لكم اسمي. شوف 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 عن ترون صاد على الماي. يلا شباب قبل لا اخلص الفيديو، ريد لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. مع السلامة، مو تنسون الاشتراك في قناة علي.